السلام عليكم متابعي قناة ايزي ارن، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده معانا نتيجة المسابقة الأسبوعية على 5 دولار. لو انت لسه جديد في القناة فأحب أقدم لك قناتي، بنقدم فيها شروحات للربح المجاني، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هينزل حاجات مهمة جدا، مواقع تعمل دخل ثابت ودروبات مهمة وربح مجاني. عشان نشوف الفايز النهاردة اهو، دون اسمه احمد صلاح. دلوقتي احمد صلاح عمل 10 جروبات ربح، بعت فيهم لينك الفيديو وكتب في بوست يعني كلام كويس، وعمل سكرين ورفع السكرين ده على الموقع وبعت لي الرابط. 10 سكرينات والمحفظة بتاعته اهي. هناخد كده عنوان المحفظة بتاعته وهنروح على بنك الباير. طبعا انا شفت كل الصور اللي جات لي على التليجرام واللي بعته على الايميل، بس في ناس بعتت في لي 3 بعتوا 12 او 13 صورة، بس اللي انتوا بعتوهم دول على التليجرام مثلا بوت ربح. يا جدعان بوتات ايه؟ بوتات دي البوت ما تبعتش على سكرين يعني، عشان انا شفت كده وبوتات ايردروبات وكده بيتبعت على سكرين. لا، البوت مش اصلا مش جروب ولا حاجة فيها ناس، ده البوت انت وواحد بس. فاللي هو ده اللي فاز معانا عشان بعت 10 سكرينات، كل سكرين من جروب مختلف وكلها جروبات ربح. هنكتب كده عنوان المحفظة بتاعته، بس انا طبعا متأسف له عشان معيش على عملة الدولار، 5 معايا على عملة الروبل. طبعا لو جيت احول من روبل لدولار هيطلع حوالي 349.48، فاحنا نبعت له 350 روبل اللي هو بيساوي بالظبط 5 دولار. كتبنا عنوان المحفظة بتاعته، هنيجي هنا نكتب له مبروك الفايز بالمسابقة الأسبوعية. أهو و350 روبل، وهندوس على سند. نستنى هو الباير بيبعت معانا عشان النت بس واطي شوية. طيب هنتكلم عقبال ما الصفحة تحمل يعني وهو بيبعت. القناة ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية دي ياريت تستغلوها، ومعانا ان شاء الله الفيديو اللي نازل بعد وان هيكون ايردروب بربح 10 دولار. ثواني الموقع بيحمل، هنوقف كده. اهو ادي الترانزاكشن جت. وفي الفيديو ده برضو هنقول على المسابقة الاسبوعية الجديدة. هي المسابقة الأسبوعية سهلة جدا، الفكرة انت بتاخد عنوان الفيديو دون، هتعمل لايك وتسيب كومنت كويس، وتروح على جروبات ربح مختلفين وتسيب عنوان الفيديو دون في أي بوست. هتاخد البوست دون سكرين وتسيبه تبعته لنا، يا إما عندك التليجرام هسيب لك معرف التليجرام أسفل الفيديو، يا إما تبعته لي على الجيميل. وان شاء الله يعني النهارده بكمان 7 ايام يكون السحب على المسابقه الاسبوعيه التانية. وبكده خلصنا شرح النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.